نتشرف في الرابطة الوطنية لتقليد بطولات المقاومة مشاركتكم اليوم تقليد ذكرى مرور 90 عاما على استشهاد الأمير المجاهد سيد أحمد والأحمد العيد. تلكم الذكرى المؤلمة لحظتها والمشرفة في مضمونها والمحمودة في عاقبتها. ليس غريبا أن يحتفي مجتمعنا بالشهداء ويستخلص الدروس مما سطرته دماؤهم ويعتبر بسيرتهم ويتخذها نبراسا في حاضره ومستقبله. ياسر من الناس ما والله بعد الحمد لله ما هي القالبية، قلية من الناس ما هي فاهمة أهمية تخليد التاريخ. نحن ما نشاهدين على العالم الآخر اللي يعتبر عن أبطال ورموزه عن مهمة هو مرجعيته الأخلاقية. واحدة الدول الأوروبية في روسيا عام فايت العام الماضي قبل الماضي كان فم مرض كورونا هذا أعاذنا الله وإياكم منه، ولا قدروا يعدلوا العرض العسكري. قام الرئيس من نفسه ومعاه قيادته العسكرية والسياسية وعادوا يزوروا كل جندي قديم ذوك الجنود والضباط اللي شاركوا في الحرب العالمية دفاعا عن الاتحاد السوفيتي وروسيا، يزورهم في ديارهم وفي الطب اللي منهم ضعيف في الطب يزوروه. عدلوا نهار تام. نفس الشيء في فرنسا وفي بريطانيا وفي الولايات المتحدة. الأبطال دولة ما تقدرهم ما هي اللي تقوم لها قائمة.